عملت هكا لحظة برك يدي لأ مو هي فازتها يا يسك مش مهم النتيجة، المهم الصحة، خاصة الصحة النفسية تكون على أكمل وجه باش واحد ينجم يستمتع بالحياة. بتبيع النجاح نحبوه الناس الكل، وإن شاء الله ربي ينجح الناس الكل في أعمالها وفي قرايتها وفي معناتها مسارها الحياتي. علاش قلت الكلام هذا؟ على خاطر ثم برشا بتبيع معناتها خذيو بالأسباب وقرا وسهر وليل وكل شيء، لكن ثم الإخفاق. الإخفاق هذاك كن مؤكد اللي هو ربي معناتها قاعد ينظر لك بعين الرحمة، وأكيد تعبك مش باش يمشي خسارة. خذ بالأسباب وخلي التوفيق على المولى عز وجل. هذه معناتها آخر نهار مشينا هكا فيه مخر شوية، مخلطناش على تحيط العلم من الأول. هذه تحيط العلم، كي تبدأ تحيط العلم بتبيع الناس كلها تقف، ما يتحرك حتى حد، وهذيك معناتها إكراما للنشيد الرسمي خاصة للبلاد التونسية اللي هو بكل معاني وعبر. باهي لهنا هكا حان الموعد اليوم نهار الحساب للسادسة، مناظرة السادسة ابتدائي. المرحلة هذه معناتها للدخول، ما تتمكننا من الدخول للنموذجي للكوليج، معناتها المعهد النموذجي اعدادي، او معناتها واحد باش يقيم نفسه ويشوف روحه فين، معناتها اسكو المعدل هذاك معناتها يشوف معناتها يقيم روحه. حطيناها الحقيقة في تعدي الكونكور نتاعها اخر نهار، ومشينا هكا تفسحنا. هذه حبيت نوريكم هكا واحد فيني يعيش الحقيقة، معناتها قاعدة نكتشف بشوي بشوي في فوشينا. الحقيقة نعيش في بلاصة هكا في فوشينا، ولهنا مشينا المعهد هذي، معهد ليسي اللي عديو فيه الكونكور، في ليسي الأمل. من ليسي الأمل مشينا معناتها للضيعات هذوما، وبعد مشينا هكا باش نعملو قهوة في مكان هكا إسباس محليها على الأخر. صحيح افطرنا بتبيعة، افطرنا معناتها بالقدي قبل ما نخرج، ولكن حبينا نعملوا قهوة. وبتبيعة توا وقت هكاية المرحلة هذية، نهاية السنة الدراسية، باش ندخلوا عادة على جو الصيف وكل شيء، وبعد جي معناتها مرحلة أخرى. إن شاء الله هكا نخطوا هكا شوية هكا كيفاش البيجي كل شيء. ماذا بيكم هكاية ديما الكوبل يعمل هكا مخطط صغير، وبتبيعة واحد عليه هكا بالحركة وربي عليه بالبركة. إن شاء الله يا ربي معناتها ينزل البركة للناس الكل، وساعة خاصة معناتها يعني أول الأمر باش ينجموا هكا يقوموا بعائلاتهم على أكمل وجه. عام بتبيع خاصة سنة دراسية معناتها وفيت، ماذا بينا هكا نفرهدوهم ونكونوا هكا عاملين مسبقا هكا برنامجنا ومخططنا كما كل واحد كيفاش حسب جهده حسب ميزانيته. هذه فضاء ميار، رجعت هكا بالفيديو باش نشوف نسيت الاسم. باهي فضاء مريا ميار الاسباس هذية، معناتها اسباس لل معناتها قاعد فيه قاعد افراح معناتها مفتوحة، وفيه زادة معناتها قهوة، وكيف المناج لهنا تنجم تجيب صغيراتك. المهم فضاء عائلي حبيت نقول، وتنجم تعمل فيه زادة معناتها احتفالات سوى ظريفة ولا متاع الاعراس زادة كيف كيف، وباش وثم حتى في نتعشي وكل شيء. لهنا هذه القهوة انتلكتويل زادة فيها كتب وكذا، خاصة في الشتاء. الحقيقة قمرتها توا في الشتاء، يظهر لي باش نولي ديما نجي لهنا. سي إن شاء الله بتبيع ربي يوفقهم، ربي يعطيهم بالصحة والعافية الصغيرات وكل شيء، ندخلوا مرحلة جديدة. سي بإذن الله معناتها بنتي تولي في الكوليج، فتولي هكا واحد عنده بزيد وقت، مش كيما معناتها في المكتب. معناها صحيح معناتها نشكر ياسر الحضانة وكل شيء، هي معناتها في مقام الاول. انا نقول الحضانه اللي اعتنت بهم اولادي ولاد اكثريه معناتها اللي يشتغلوا، معناتها الام خاصه كي تشتغل اكيد مش حط صغيراتها في الحضانه، باش نكذب عليكم هي اللي تعتني بهم اكثر مني انا. لكن بطبيعه ثم شويه هكا معناتها انجاجمون هذاك تنحى باش يولي من نوع اخر، فباش نلقى ان شاء الله نلقى وقت روحي باش النجم هكا معناتها منتج لكم هكا فيديوهات باهيه. المهم القاعده هكا لو
نروج على دي سباس هكا باهين باش نجم منتج فيهم ونكتشف معناتها فيهم روحي اكثر واكثر، خاصه في الكتابه، خاطر نحب نعمل بصدد هكايا معناتها نعمل في كتاب ولا زوز، مش توا يحضر يمكن في حكايه عام عامين، ان شاء الله توا نشارككم معناتها كل شيء معناتها لحظه بلحظه. لهنا عملنا هكا هبطنا قهوات هكايا وقعدنا نكتشفوا في المكان هذه التراس الفوق زاد قهوه وكل شيء فيها كوع زاد تحفونا على الاخر، الفيو تحفونا على الاخر على ضيعه هكا بكلها زيتون وكذا، يعني مليئه مليئه بالاكسجين خاصه في الصباح بالحق النسيم العالي لهنا راهم مازالوا كي حلوا احنا الاولانيين، مش معناتها عندهم مده هما محلولين بالطبيعه، بنحكي على الصباح. قداش نحب معناتها الخارجات الصباحيه اكثر من المسائيه، فيها برشا برشا اكسجين خاصه في الصيف هكا تبدا الناس كلها راقده وانت تحس روحك معناتها يعني ملكه. هذه الاسباس نتاع المغي معناتها نتاع الاحتفالات وكل شيء بجنبها هكا ضيعه وكل شيء، وهذه معناتها القهوه تراس الفوقانيه، ان شاء الله ان شاء الله نرجع لها ونصور باكثر معناتها دقه واحترافيه، لهنا هزيت معناتها تليفون مش نتاع العاده يعني نصور به، سامحوني كان ثم هكا الدرجيه هكا في الصوره. لهنا هذه الممشى هكا واحنا خارجين بكلها بكلها نسيم عالي الحقيقه تشوفوا في الدنيا، هنا ما حكيت 9:15 أي 9:15 خرجنا منها، تشوفوا كيفاش معناتها الدنيا هكا مازالت رايضة رايضة على الاخر كالم، تنجم هكا تفكر هكا بهدوء وتعمل هكا مخططاتك هكا الصغيرة متاع الموظف العمومي. دي لهنا هكا اسباس ميار هكا كان تحبوا تعملوا كابتير ديكرون تشوفوها، راهو مش اشهار معناتها اشهار مجاني وكا وعجبتني معناتها البلاصة خاصة سكين هكا فوشينة المغيرة، فوشينة واحد والمغيرة وحي الهضاب وكل شيء قريبة ليهم بالكدا بالكدا ومتنفس الحقيقة، معناتها بحكم انه ما ثماش برشا حاجات معناتها نجم تخرج لها العائله، لكن في الضيعات اللي كيف هكا به رجعنا هكا في ساعه في ساعه معناتها تقريبا دقيقتين معناتها بعيده عن المدرسه هذه، حي مش مدرسه ليسي حي الامل، معناتها منظم الحقيقه بالكدا بالكدا محفوظ لاني خرجت عادت الحساب عجبها على الاخر مش كيما الفرنسيه البارح، لكن هذاك هو معناتها كيف نقولوا مستوى النخبه معناتها الكونكور هو نخبوي اصله هذاك هو المغزى منه. بالطبيعه نوصيكم هكا في نهايه السنه الدراسيه باش نحتفلوا مهما كانت معناتها النتيجه، فالعبره هي ديما يقول لك بالمشاركه، والمهم واحد يحج يكسر حاجز الخوف اللي بداخله معناتها خاصه السيزيام هو ماهوش ضروري، لكن باهي واحد كي يجتاز هكا حاجات عقبات كيف هكا باش يكتشف حاجات خاصه التلميذ ولا الصغير يكتشف حاجات فيه معناتها اذا كان ثم خوف تخلص منه اكل هيبه هذيك الزايده معناتها ويعطي زاده قيمه للعمل نتاعو ويشوف روحه معناتها هو اللي روبير نتاعو فانا معناتها اون بلاسمون بالضبط فانا بلاصه بالضبط. لهنا هذه الصوره بطبيعه قديمه حبيت نهبطها مش هذه المفرحات نتاع اليوم، ان شاء الله نشارككم واحده بواحده من هنا معناتها الفيديوهات القادمه. ذي توا المنظمات جدد القناتي ان شاء الله تلقاو فيها معناتها كل ما يعجبكم، نستنى كومنتاتكم ودعمكم واقتراحاتكم زيادة. الى اللقاء في وصفة زمنية من الزمن الجميل، بسلامة.